السلام عليكم، جيت لكم اليوم فلوج جديد. الفلوج ديال اليوم غادي يكون هو فيديو للتسوق. خارجه باش نتقدى الحوايج اللي خاصني، وقلت علاش لا ما نفلوجيش. اول ما جيت هذا المحل هذا اللي كيبيع القهوه التركيه، كيبيع ايضا الحوايج اللي كيتقدموا معاها من شوكولا لي بونبون، كيبيع ايضا الانواع ديال العسل كيف ما كتشوفوا معايا. والعديد منكم كيخليوا لي في لي كومونتير انني نقربكم من الثقافه ديالهم يعني عامه، ومن الاطباق ديالهم يعني الاكل ديالهم خاصه. هنايا نوع من انواع ديال الحلويات اللي كيتقدموها كما الشاي، وهنا كيس ثاني هذه كتكون في الوقيته هذه كيديروها الناس، يا اما اللي ما عندوش صوبه ولا مدفاه في الدار فاش يسخنها كياخذوها كجاهزه. كتقدم في هذا الجو هذا، يدير فحال شكل بلوط ولكن كتكالم شويه. من بعد دزت هكا كنشوف لي ماغازان الحويجات اللي خارجين في هذا لا سيزون هذه، ودزت لهاد المحل هذا اللي فيه الستائر والبطانيات وايضا الزرابي. العديد منكم ايضا كتعرفوا ان عندهم الجوده، عندهم لاكاليتي، وعندهم ثمن مناسب. كيقولوا لي يدير لي جولات في محلات بحال هادو. وهنايا عند العطار نفس الشيء، غير هنا شويه كيكون العطار ديالهم شويه منظم. هنايا خديت ما كانتش خاصاني شي حاجه سبيسيال، خديت غير بعض الزيوت اللي تقادوا لي، زيت اللوز وزيت الخرواء وزيت السمسم. ومن بعد مشيت للسوق. خليكم معايا. مايمون كي حلمت هو جاي مايمون منطلينا تمام. يا رين دخل واش خصو يقول؟ كيف ما قلت لكم، بعد ما تقديت الخضره جيت لهاد السوق هذا اللي خديت منه شويه ديال الكرعين. كيف ما كتشوفوا كل شيء كاين، الدواره، الراس، خديت انا غير شويه ديال الكرعين. ودست لهاد الماركت هذا اللي كان قريب من السوق، فيه هذا غير الاشياء ديال التنظيم والاورغانيزاسيون وبثمن مناسب. هذه راه ديجا كنت خديتها، راه كنت درتها في واحد الاول ديال الاشياء اللي خديت ديال الاورغانيزاسيون. الناس اللي مازال ما شافوش غنخلي لكم لو ليان في صندوق الوصف. وخديت هاد الشبيكات هادو، مي انا خديتهم في البيض. ركزت لكم على الاثمنه، هادو تقريبا كانوا كيديروا 7 ديال الليرات. عجبوني ايضا هادو، كنت خديت منهم جوج كيتعلقوا في الباب، كانوا شكل ديال القليب وديال الفراشه، خديتهم انا جوج في شكل قلب. وهادو اللي كنتو ديجا شفتوهم عندي في واحد الفيديو اخر، كانوا الثمن ديالهم كيدير 7 ديال الليرات، انا كنت خديتهم وقلب شي 5 ديال الليرات. وكانوا هادو حتى هما هاد العلاقات اللي ديجا شفتوهم، انا كنت خديت 4 بالليره، هنا دايرين 5 ولكن هادو شويه كبار. 5 تقريبا، ما ها هو الثمن ديالهم، 2 ديال الليرات. هادو هما اللي كنت قلت لكم على شكل فراشه وعلى شكل باب، كيجي المنظر ديالهم زوين في هكا في ديك القبضه ديال الباب، فاش كتبغي تحلي الباب كتعلقيهم. كانت هاد الطيفال ايضا اللي زوينه بزاف، الثمن ديالها كيدير 60 ليره. فيها بزاف ديال البلايص تقدري تستغليهم. وهادو البريق ديال الشاي التركي، البراد ديال الشاي التركي، اشكال مختلفه. وهنا لي زاكسسوار ديال لا كويزين، كانوا دي سولد زوينين. انا خديت غير شبيكات وداكشي ديال لوغانيزاسيون، غادي تشوفوا ان شاء الله في واحد الاول خاص باشياء ديال لا كويزين. انا ما كنفضل دائما الطباس اللي يكونوا في البيض ولا يكونوا ترونسبارون، ما عنديش عليا الالوان بزاف. هذا عجبني بزاف ديال الفطور، الثمن ديالو كان داير 10 ديال الليرات. هكا جبابن ديال العاديين، مي هادو كيجيوني شويه صغار، كان الثمن ديالهم 5 ديال الليرات. وكانوا هادو ديال اللي كديري فيهم لي طاس، كان هاد الطقم هذا اللي فيه 6 ديال الكيسان مع 6 ديال الجبابن، مع يعني طقم الثمن ديالو كان حتى هو جد مناسب. وهادو ديال الفرن بجوج كانوا دايرين تقريبا 50 ليره. كانوا حوايجات زوينين بثمن مناسب. هنا التبصيل الكبير مع 6 ديالو الثمن ديالو 20 ولا 25 ليرة. كانوا هادو كل واحد شنو يبغي يدير فيهم الفاكهة، كل اللي يدير فيهم الأشياء ديال الفطور. وكانوا هنايا الأنواع ديال القرائي. هادو هما دوك الشبيكات اللي كنت قلت لكم اللي كتعلقوا فيهم لي طاس، مي انا ما عجبنيش اللون هكا في الزرق وفي الغوز، كنفضل البيض. انا لا شفت في الكوزينه ديالي لعبه على الالوان البيض، الكري، لو نوار.
هادو ايضا اللي زوينين بزاف، اللي كتسدي بيهم شي حاجه لحليتها باش ما كت باش ما كتخسرش. ودزت هنا الانجليش هوم لانه هادشي كله قريب حدا بعضياتهم. عجبتني هذه ايضا ديال الفطور، هكا التنظيم. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ومن بعد جينا تغدينا، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تخليو التعليق ديالكم ولي بوست بلو. نتلاقاو